تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، نموذج ثاني، سنقوم بحله معا. الوضعية الأولى: أجب بصحيح ص أو خاطئ خ. الذي يعصي والديه ولا يحسن إليهم يسمى مطيعا. الذي يعصي والديه يسمى مطيعا. أحسنتم. خطأ: الذي يعصي والديه يسمى عاقا، وكذلك الذي لا يحسن إليهما يسمى عاقا. إجابة خاطئة. الإيمان بالملائكة من أركان الإسلام. جيد، خطأ. الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان وليس الإسلام. المسلم يساعد أخاه المسلم ويقف إلى جانبه. تصرف صحيح. صحيح، المسلم يساعد أخاه. أحب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شخص غني. أحب الناس رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه شخص غني. جيد، خطأ. لماذا أحبه الناس؟ لأنه شخص صادق وأمين. صلاة الجمعة تؤدى في البيت والمسجد. خطأ. جيد، لماذا؟ لأن صلاة الجمعة تؤدى في المسجد فقط. نراجع. الذي يعصي والديه ولا يحسن إليهم يسمى مطيعا. خطأ. الإيمان بالملائكة من أركان الإسلام. خطأ. المسلم يساعد أخاه المسلم ويقف إلى جانبه. صحيح. أحب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شخص غني. خطأ. صلاة الجمعة تؤدى في البيت والمسجد. خطأ. الوضعية الثانية: أكمل كتابة الصلوات الخمس مرتبة واكتب أمام كل منها سرا أو جهرا. نكتب أسماء الصلوات الخمس ونكتب إما أن تؤدى سرا أو جهرا. نبدأ بالصلاة الأولى. جيد، صلاة، أحسنتم، صلاة الصبح. كيف تؤدى صلاة الصبح؟ جيد، تؤدى جهرا وهي ركعتان. جهرا المطلوب إما سرا أو جهرا. صلاة الثانية، أحسنتم، صلاة الظهر. كيف تؤدى؟ جيد، تؤدى سرا وهي عددها 4 ركعات، غير مطلوب عدد الركعات. صلاة الثالثة هي، أحسنتم، صلاة العصر، تؤدى كذلك. جيد، تؤدى سرا. الصلاة الرابعة طبعا هي صلاة المغرب. صلاة المغرب كيف تؤدى؟ فيها 3 ركعات، ركعتان جهرا وواحدة سرا. المطلوب منا إما سرا أو جهرا، نكتب تؤدى، أحسنتم، تؤدى جهرا بما أن فيها ركعتان جهرا. صلاة الخامسة، جيد، صلاة العشاء. كذلك فيها 4 ركعات، ركعتان جهرا وركعتان سرا. كيف تؤدى؟ أحسنتم، تؤدى جهرا. نراجع. صلاة الصبح تؤدى جهرا، صلاة الظهر تؤدى سرا، صلاة العصر تؤدى سرا، صلاة المغرب تؤدى جهرا، وصلاة العشاء تؤدى جهرا. ننتقل إلى الوضعية الرابعة الثالثة: أربط كل آية بالصورة المناسبة لها. لدينا: كلا لينبذن في الحطمة، آية ثانية، وما أدراك ما هي، آية ثالثة، كلا سوف تعلمون، والآية الرابعة، وإنه لحب الخير لشديد. ولدينا 4 صور: صورة التكاثر، صورة الهمزة، صورة العاديات، وصورة القارعة. نبدأ بالآية الأولى: كلا لينبذن في الحطمة. نتمم الآية حتى نتعرف على الصورة. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. أحسنتم، صورة، جيد، الهمزة. ننتقل إلى الآية الثانية:
وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحسنتم، سورة جيد القارئ. الآية الثالثة: كلا سوف تعلمون، نتمم الآيات. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة، أحسنتم، سورة التكاثر. أربط بسهم الآية مع الصورة المناسبة له. الآية الرابعة: وإنه لحب الخير لشديد، نتمم الآيات. وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جيد، سورة العاديات. هكذا ربطنا كل آية مع الصورة المناسبة لها. كلا لينبذن في الحطمة، سورة الهمزات. وما أدراك ما هي، سورة القارعة. كلا سوف تعلمون، سورة التكاثر. وإنه لحب الخير لشديد، سورة العاديات. الوضعية الرابعة والأخيرة: اذكر المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام. يوجد ثلاث مساجد من أفضل، بل هم أفضل مساجد في الإسلام. المسجد الأول، أحسنتم، المسجد الحرام. والمطلوب كذلك ب، أين يقع المسجد الحرام؟ يقع ب، أحسنتم، بمكة المكرمة. مكة المكرمة. المسجد الثاني هو كذلك من أفضل المساجد في الإسلام، هو المسجد النبوي. المسجد النبوي، النبوي. أين يقع المسجد النبوي؟ أحسنتم، بالمدينة المنورة. المدينة المنورة. والمسجد الثالث هو المسجد، أحسنتم، المسجد الأقصى. أين يوجد المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى ب، أحسنتم، بالقدس، الموجودة في، جيد، في فلسطين. هذو ثلاث أفضل مساجد في الإسلام، نراجعهم: المسجد الحرام بمكة المكرمة، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس الموجودة في فلسطين. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.